في البصرة نظم عدد من موظفي العقد في وزارة الكهرباء تظاهرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ شهر، ونشد المتظاهرون عبر كاميرا الإخبارية الجهات الحكومية بإنصافهم لصرف رواتبهم المتوقفة. شريحة عقود وزارة الكهرباء بصورة عامة بالنسبة لأخوتي كلهم موجودين، أغلبية الموظفين يطلبون 6 أشهر رواتب ما مستلمين، وقسم لا أكو 7 أشهر دخلوا الشهر السابع راح يخلص. فإحنا شريحة مثل ما يقول شريحة مظلومة، إحنا صار لنا فترة نطالب بحقوقنا ولا زال لحد الآن الدولة جاي تسوف مطالبنا. إحنا مطالبنا واضحة، مطالب شرعية وحقوق. يعني إحنا موظفين بوزارة الكهرباء نمثل شريحة واسعة، جنوب 8000 شخص، يعني بالتالي 8000 عائلة. احنا جتنا قرارات من مجلس الوزراء الموقر حولنا من رواتب من الاجور الى 315، قرار 315 اللي هو يعني يصير رواتبنا على الموازنه التشغيليه، اي بودره من وزاره الماليه، فبالتالي حقنا الشرعي حالنا حال اي موظف. بس هذا القرار تفاجئنا به انه حبر على ورق بدون اي تطبيق، والدليل انه ما استلمنا رواتبنا من شهر 9 اللي هو من تاريخ القرار، من تاريخ تفعيل القرار، المفروض احنا بشهر 9 نستلم رواتبنا، ما صار هذا الحكي.